صباح الخير لكل المشاهدين. البداية اليوم أول آيتم اللي حكوها عم نحكي عنه كيف كنا عم خبر كاتيا تينا وأمين عبوكرة هو اسمه أونيكس. أونيكس هو عبارة عن ديفايس اللي حيكون عم يسمحنا أنه بدل ما كل مرة نلجأ لسمارت فون تبعنا نكون عم ننقي شو بدنا نكتب كيف بدنا نكتب مين شخص بدنا نكون عم نكتب له هالرسالة صار فينا نبعث له رسالة صوتية من دون ما نكون عم نستعمل الكيبورد. والفكرة اليوم من وراها أنه عم نستبدل توكي ووكي كمان بديفايس كونكتد على السمارت فون تبعنا. بس خدوا المثل تبع واتساب، كلنا بنعرف هالابديتس اللي كانوا عم بيصيروا من يومين كمان صار ابديت بواتساب، فلا بنحكي مع كاتيا على اساسها. هالابديت اللي عم بيصيروا على طول عم بياخذونا على توجههم ونصير نقدر نتواصل مع غيرنا بطريقه بعد اسهل، باسلوب بعد بسيط وهين بعد اكثر. فهالمثل اللي انا بدي احكيكم عنه يلي هو هالجادجت بالاحرى، عم بيعطينا القدره انه من خلال هالبلوتوث كونكشن مع هالسمارت فون تبعنا، رح يكون في عنا القدره انه نستعمل الفويس، يعني نبعث رسائل صوتيه على الكونتاكت ليست يلي نحن عنا اياها ريدي على ابلكيشن يلي نحن بدنا اياها كمان بنفس الوقت. فهلا هنكون عم نحضر انا وياكم سوا هالفيديو يلي رح يكون عم بيشرح لنا اكثر بطريقه صوريه كيف بيشتغل هذا الديفايس، شوي شبيه بستار تراك للناس يلي بيعرفوا ستار تراك. لا تقدروا تكونوا عم تبعتوا كل هالمسجز يلي بتكون هون. هاي كاتيا. هلو. هلا بعرف فيك تقولي انه اكيد ما بتخيلي حالك حاطه هيك ديفايس معلقتيه بالتياب مثلا مثل ما هذا الزلمه عامل. إذا بدك هيدا ميكرو وايرلس مايك بتكبسي كبسة زر بتسجل الصوت تبعك رح يكون عم ينبعث للناس اللي انت بدك تكوني عم تحكيهم، فبتنقي انت مين الناس بدك تكوني عم تبعتي لهم هالفويس مسج. وين يعني اذا مكتب بالشغل ب اني وير يعني باوقات ما بتقدر تستعمل ايديك او ما بتقدر تستعمل السمارت فون. هي الفكره انه ما تستعمل سمارت فون، لا مش كل مره ترجع تلجا الى سمارت فون، يعني عم بتسوقي بالسياره مثلا بدل ما تكوني يلي هلا كثير صارت عم يعملوها كثير استاتيك يعني بسمي. ايه لا بتتزبط بس الحلو انه هون فيك تنقي عدد الاشخاص اللي بتكوني عم تحكي معهم، بتخلقي جروبس. كيف كمان خذوا نفس المثل تبع واتساب، برجع بياخذكم على واتساب، كيف تخلقي جروبس على واتساب؟ هون عم نعمل نفس الشيء، هالجروبس عم ينخلقوا ولكن الفرق انه بدل ما تكوني عم تبعتي لهم تكست رح تكوني عم تبعتي لهم رسائل صوتيه من خلال هالديفايس ومن دون ما الجا للسمارت فون لحالها. اونكس رح تعرف انه انت عم تسجل هلا هيدا الصوت وعم تبعتي لهيدا الجروب بيعمل لهيدا الفرد. بس بوش باتن يعني مش ايه ما في منها مهرب. ما في منها مهرب. هلا في شغله ثانيه اذا بدك فيك تستعملي قصص موجوده عند جوجل، يعني ما سيري مثلا انه بتحكي مع سيري من دون ما بتعملي شيء، يعني ان ذا كيس اوف سيري مبلا، ان ذا كيس اوف جوجل انت اصحاب مع سيري؟ ما كثير. ليكي يعني اذا بدك انا لا انا كان مش اصحاب مع صدفه بنلتقى اوقات يعني لا انا مش اصحاب مع ما نفعتني بشيء ما كثير عنيت لك. بكره بعد فيك على جوجل ناو. شاب صاحبنا ابن عائله مرتب. كنت عم بحكي شوي عن الواتساب بالاول، قلت انه صار في ابديت من فتره قصيره لواتساب الكل كان عم يحكي فيه يلي هو صار قبل بنعرف كان بلو تكس اكزاكتلي يلي اليوم هالتكس البلو يلي صاروا عم بيعطونا انديكيشن جديده، عم بيعطونا علامه جديده، عم بيقولوا انه هيدا الشخص قري الرساله. هلا صار المشكله كيف بدنا ما يخليه يعرف انه قرينا الرساله. اكزاكتلي هلا كل الجهود تتمحور حول طيب على بكره قبل ما اوصل لهون كنت عم بقرا شغله عن الانترنت، بعرف كنتوا عم تحكوا انت وتينا عن رجال الشرطه انه ممنوع، فكمان في شغله ثانيه كنت عم بقريها عن ايطاليا بنفس الوقت يلي هي كانت عم تحكي ريليتد لهيدي الابديت سايت على واتساب، انه في عدد كثير كبير من العلاقات كانت عم تخترب وعم تنفضح من ورا واتساب، وهلا مع هالانديكيشن الجديده انه مبلا عم تقرا الرسائل عم بيبعثوا لك اياهم، يعني مع هالبلو مسج فكمان هالامور بس يعني بعد ما جربتها انا انه اذا ما في لاست سين يعني فيك تلغي اللاست سين مزبوط بضل في تكس مبينين ما بعرف بتعرفي من ناحيه اندرويد ما كثير بعرف على اي او اس لانه على طول كنت استعمل غير سمارت فونز، بدي اجربها على تليفون اوريدي كنت مزبط وهيك بالطريقه اللي انا برتاح فيها يعني السمارت فون مش لاتجنب هالقصص بس انا كثير اوقات بتعرفي اليوم الناس وقت صاروا بيبعثوا لك رساله على واتساب بيعتبروا انه لا اجباري تكوني عم تقريها وهلا انا بدي اقريها وقت انا بدي وهلا وبرد وقت انا بدي يعني وهلا بدك تجاوب وهلا طيب ما زال هالقد حاسس حالك انه هلا لازم اكون افيلبل لك كنت حكيتني على التليفون يعني بس بما اني مش افيلبل عم تبعت لي واتساب فويت فعم جرب لاقي هيك شيء المنيح من وراها لواتساب انه ليه صار في هالبلو تيك هالعلامه الزرقاء اللي صارت عم تبين عنا انه وقت تقروا هالرساله ما بعرف اذا فيسبوك هن عم يعملوها ليقولوا لنا روحوا استعملوا فيسبوك ماسنجر لان كمان كنتوا عم تحكوا عن فيسبوك ماسنجر اليوم يلي هن بنعرف انه تنتين تابعين لنفس الشركه صاروا انه ان كان واتساب يا اما ان كان فيسبوك ماسنجر وعسيره فيسبوك ماسنجر اليوم اذا انتم داخل فيسبوك على الاب
واكيد منتبهين لشي مره وبيوصلكم مسج على الانبوكس تبعكم ما فيكم تقروه الا اذا عندكم ماسنجر. يعني اذا بتكتب عليها بيقلك اوبن ان اب ما بيخليك تقريها لا تكونوا عم بتنزلوا الابلكيشن هونيك صحيح. لان هذا كان التوجه تبع فيسبوك اول فتره قبل ما يشتروا واتساب كان بدهم اياك انه تكوني عم تقري رسائل اكثر. لاحظوا انه الناس ما عادوا كثير اكتف على فيسبوك كنا قبل عن الموضوع واشتروا انستغرام و600 الف ابلكيشن غيرها. يعني فتاني ايتم روحي تاني طلعنا من واتساب بس كيفك انت والبلوتيك وما البلوتيك فيها مشاكل؟ لا انا اي دونت مايند يعني بس انه برايفسي مهمه كمان انه منيح يكون عندك التشويس انه تستعمل هالاوبشن او ما تستعملها. ايه انه واحد لازم هو يحطها بالسيتنج انه بدي بين اذا قريتها ولا ما بدي بين اذا قريتها مش انه باي ديفولت ماشي عند الكل. يعني اي توتالي اجري. تاني ايتم يلا تاني ايتم بدنا نحكي عن ديفايس اسمه بوينت. اليوم عم تلاحظي انه في كتير ايتمز عم يدخلوا على التكنولوجي داخل المنازل. يعني البيت ما صرنا عم نحكي عن سمارت هاوس بس صرنا عم نحكي عن ديفايسز عم بينوجدوا بالبيت يلي الغايه من وراهم كاتيا انه يكونوا عم بيقدموا لك فوائد كتير مهمه من حمايه من مونيتورينج للبيت يا يعني اما حتى من كنترول بسيط واحد يقدر يتحكم بالامور الموجوده عنده بالبيت من خلال جادجتس كتير صغار. بوينت هو هالديفايس اللي عم تشوفوه هون يلي هو رح يكون عنده القدره اول شيء هو سنسور رح يكون عم بيعرف قد ايه الحراره بالبيت قد ايه مستوى الصوت الموجود بالبيت اذا في حدا عم بيدخن بالبيت ورح يكون عم بيعطيك نوتيفيكيشن على السمارت فون تبعك من خلاله. الطريقه اللي بيشتغل فيها هيك ديفايس هو عم يستعمل الواي فاي الانترنت موجود داخل البيت مشان هيك قد ما بنكون نحن بعاد عنه عندنا القدره بنفس الوقت ونكون على طول عم نتواصل معه لان ما بده يكون ليميتد لبلوتوث. نايف بلوتوث هو بيخلق مدى قصير فيك تكون عم تتواصل مع الديفايس هون عم نحكي وين ما كان. فالفكره اليوم اللي عم تشوفوها بهالفيديو لاحظتوا كان في شنطه ولقلكم شو الكونسبت كان ورا كل هالفيديو. اليوم في كثير ناس وقت بيسافروا بدل ما يحجزوا باوتيلات بيحجزوا ببيوت بيستعملوا شيء اسمه Airbnb يلي بتدخل بيكون في ناس هني مستعدين انه يستقبلوك عندهم and so on. فهالمشروع يلي نجح كتير بالخارج اليوم كتير اوقات هالشخص المضيف يلي بده يستقبلك عنده ما بيكون بالبيت فوجود هيك ديفايس اليوم بيساعده كتير. ليش؟ لأن في رأي بشو عم بيصير بالبيت من دون ما يكون حاطط كاميرا يعني انه انت عندك حريتك بس انه اذا في دخان بالبيت وانا ماني على الدخان صار في اعرف اذا في ضجة بالبيت بوقت معين بالليل وانا عندي جيران وما بدي يكون عم بزعج كمان انا صار فيي اعرف. فكل هالامور الصغيره يلي نحن انه يمكن وقت بنجمعهم كلهم مع بعضهم بيصيروا كثير مهمين لنا. صحيح عم تحصل عليهم بهالديفايس وبديزاين كثير بسيط. يعني اليوم اذا بدي شبهه لغير امور كمان سمعين عنا عديد مرات بتكنولوجي وحتى من قبل نست يلي هو الشركه يلي كمان اشترتها ابل اشتريتها جوجل سوري يلي هو كان هالسمارت ثرمومتر يلي هو ميزان حراره بتحطيه بالبيت وبيعطيك انديكيشن على الحراره اند سو اون. فالتوجه اليوم بعالم تكنولوجيا عم بيروح لهون كاتيا. يعني ما عم نضل بس على السمارت فون كل شيء عم سمارت فون اذا بدك عم بيصير البي سي تبعك اللي قبل كنا نستخدمه لنشوف كل شيء حوالينا اليوم صار السمارت فون هو عم نستخدمه ونشوف كل شيء حوالينا ديفايسز يا ما عم نلبسهم يا ما عم يتعلقوا بالبيت. هيدا الترند بعالم تكنولوجي ومن هالناحيه هون عم نحكي عن سيكيورتي. كثير عم نلاحظ انه اليوم قبل يمكن كنت تفكري بس بدك تحطي كاميرا بالبيت اليوم لا صار المدى ابعد بكثير بدي احط سنسور بالبيت لاعرف نوع الحركه مستوى الصوت اذا في دخان كيف الحراره بالبيت. هو كلهم الكاميرا ما بتعطيكي هو كلهم الكاميرا ما كانت تعطيكي اياهم. يعني اذا احترق البيت اكزاكتلي اذا احترق البيت وقت ترجعي رح تدوري الكاميرا تشوفي كيف احترق البيت مش اكثر. هون بهالحاله لا صرنا ما عدنا عم نفكر انه كيف بدنا نشوف شو السبب يلي ادى لهالحادث لا صرت بدي اعرف امتين عم بيصير الحادث. فطريقه التفكير كيف عم تتغير او قبل ما يصير يعني اكزاكتلي قبل ما يصير يعني اذا عم يعطوك انديكيشن على الحراره. فاليوم هيدا هو الفكره تبع بوينت والديفايسز عم يرخصوا اكثر واكثر واكثر. يعني الناس يمكن قبل كنا عم نحكي ب 400 و500 دولار اليوم عم نقدر نوصل لهيك سنسورز عم توطى اسعارهم لل 100 دولار حتى يلي هن بعتقد افوردبل وخاصه مع المميزات اللي عم تحصل عليها. اوكي اند ذاتس ات هيدا كل شيء لليوم. يب ثانك يو الي. مهم كثير التكنولوجي وبتعرف انه التكنولوجي بلشت اغلبيتها بالحرب العالميه من الحاجه للحرب. حتى التليفون اكزاكتلي ليوصلوا هالرساله يعني كان بلش توكي ووكي يعني حتى التليفون هو حاجه من الحروب قد ايه وصلتنا لها كثير من التكنولوجيا وكثير اشياء ثانيه يعني بس هيدي اكزامبل. رح نحن ننتقل من عالم التكنولوجي لعالم الابراج مع كريستال. بونجور. بونجور كاتيا. كيفك كريستال؟ منيحه. منيحه؟ وي. شو عندك اليوم؟ اليوم رح نحكي عن علاقه برج العقرب مع اخر برج برج الحوت. برج الحوت، اوكي معك.